دعا العشرة من طلبة الجامعات والمعاهد إلى إجراء دور ثالث للامتحانات النهائية. جاء ذلك خلال تظاهرات نظمها طلبة الدراسات الأولية والعليا أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد لمناشدة رئيس الوزراء ووزير التعليم بإجراء دور ثالث. منذ قرابة الأسبوعين ولا زلنا طلاب مختلف الجامعات والمحافظات متظاهرين مقابل وزارة التعليم العالي للمطالبة بحق من حقوقنا في ظل هذه الظروف الراهنة اللي مرت علينا خلال هذه السنة. بصراحة الأغلبية الطلاب منهم من أنصاب بكورونا ومن فقد ذويهم، إضافة إلى أنه الأغلبية أنه كان بالنسبة أغلبية اللي موجودين يقول لك أنه كانت الدراسة مالتك إلكترونية، فشنو العذر مالك؟ لا صراحة نحن الأغلبية اللي موجودين هنا كان رسوبنا هو بالتعليم الإلكتروني. طالب بفرصة الدور الثالث. فرصة الدور الثالث ما أظن أنه جميع زملائي اللي وراي اللي حاليا راح يجون وجميع الطلبة ما يستحقوها، لأنه ما معقول يوصل مرحلة الأكاديمية ومرحلة الكلية ويصير فاشل. سبب التحميل والرسوب موضوع ثاني، أنه المشكلة عدم الرصانة الإلكترونية في العراق في المنظومة الإلكترونية التعليمية، لأن إحنا في فترة الامتحانات تمرطنا بجائحة كورونا فانطونا الامتحانات ومع هذا دراسة إلكترونية، فما قدرنا لا نركز ولا شيء، ومع هذا جائحة كورونا اللي اجت واللي تمرطنا بيها.